43.96 سطيف كانت 46.46 سعيدة كانت 64.14 سكيكدا كانت 52.66 سيدي بالعباس كانت 66.56 عنابة كانت 53.48 قلمة كانت 57.60 قسنطينة كانت 42.97 مدية كانت 54.41 مستغالم كانت 79.88 مسيلة كانت 53.43 معسكر كانت 69.75 ورقلة كانت 44.23 وهران كانت 51.26 البيض كانت 69.47 إليزي كانت 46.76 برج بوعريريج كانت 49.40 بومرداس كانت 39.19 الطارف كانت 65.89 تندوف كانت 87.26 تيسم سيلت كانت 71.79 في الوادي 58.51 خنشلة كانت 54.11 سوق هراس 51.98 تيبازا كانت 54.54% ميلا 42.92 عين دفلة كانت 50.2 النعامة كانت 61.83 عين تموشنت كانت 66% غردايا كانت 55.30 غليزان كانت 82% المجموع بلغ 51.70 أي النسبة النهائية للمشاركة في الاستحقاقات أو في الاستحقاق الرئاسي الجاري اليوم هو 51.70 مازال تفضلوا النقطة الثانية التي أريد أن أنبه إليها رغم أنني نبهت إليها البارحة هو بموجب المادة في المرسوم التنفيذي الصادر في 94 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على المادة 7 من هذا المرسوم وزير الداخلية لوحده يستطيع أن يدلي بالنتائج الأولية وليس غيره. ثانيا وبناء على المادة 163 فقرة الثانية من الدستور والمادة 145 من قانون العضو المتعلق بالانتخابات المجلس الدستوري المؤسسة الوحيدة المؤهلة لإعطاء النتائج النهائية وصحة هذه العملية دون غير. النقطة الثالثة أريد بهذه المناسبة أن أجدد تشكراتي الخالصة لكافة المواطنين والمواطنات
الذين لبوا النداء للتوجه نحو مكاتب التصويت وتشكرات كذلك لكنا الصحفيات ولكم السادة الصحفيين على صبركم معنا في انتظار طبعا في انتظار الإعلان عن النتائج الأولية كما قلت من طرف وزير الدولة وزير الداخلية غدا إن شاء الله وتصبحون على خير وشكرا. على كم الساعة بفندق الأوراسي دائما؟ غالبا زوالا فندق الأوراسي زوالا. زوالا شكرا جزيلا معالي وزير الدولة. إذن وكما ذكر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية فإن نسبة المشاركة الإجمالية قد بلغت 51.70%. وقد استعرض وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية معكم نسب المشاركة في 48 ولاية. ذكر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أيضا أنه لوحده فقط أن لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية لوحده فقط الحق في الإدلاء بالنتائج الأولية لرئاسيات 2014 وأيضا صحة الإدلاء بصحة العملية الانتخابية. شكرا لك. الصحة والنتائج النهائية تعود للمجلس الدستوري لوحده. شكرا جزيلا لك معالي وزير الدولة. شكرا لكم سيداتي سادتي. إذن الموعد مع وزير الداخلية يتجدد غدا بفندق الأوراسي زوالا حيث سينشط وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ندوة صحفية يقدم خلالها النتائج الأولية لرئاسيات 2014. شكرا لكم.